اسمي صالح علي حالي عبد الله طويل سميري، 24 سنة، أنا ألعب بولنك سبع سنين. أول شيء سددت النادي، بعدين أول أسبوع لعبت التمارين، أول بطولة لعبت خلف المكس الأول. في شهر ثلاثة عندي بطولة هنا في مطرم بيوت خاصة، والجمهور في أبو مرة شدعوني، كان يوم باخذ الركاز والعين محمد بالزايد.